جالي كذا سؤال على الصفحه بخصوص الاطفال اللي بيكون عندهم السكر، يا رب ربنا يعني يعافيهم ومحدش يشوف اي حاجه وحشه فيهم وربنا يحفظهم يا رب بحفظ. بس بيكونوا عايزين ياكلوا حلويات من غير سكر، فبالتالي النهارده الحلقه مخصصه لمرضى السكر او الناس حتى اللي بتحافظ على مستوى السكر، مش عايزين ياكلوا سكريات بكميه كبيره، نفسهم في حاجه حلوه في نفس الوقت مش عايزين السكر بتاعهم يعني. فالحلقه النهارده مميزه احتفالا باليوم. تعالوا نفني بالله ونشوف مقادير النهارده. هنعمل وصفين، هعمل كيكه شوكولاته من غير ولا دقيق ولا سكر ولا اي ولا حتى دقيق اسمر ولا شوفان. هنعمل كيكه مميزه جدا. الصنف الاساسي او المين بتاع الوصفه هو الموز. هنعمل كيكه شوكولاته صحيه وهعملها كمان صوص شوكولاته حلو جدا جدا بالزبادي، هيدي ميكس تحفه. هنعمل كمان تشيز كيك لايت، يمكن اكيد مفيش حد ما بيحبش التشيز كيك، بس اكلها من غير سعرات كتير من غير سكر، تبقى مقاديرها حلوه كده، تبقى كريمي وناعمه. تعالوا نقول اول مقادير كيكه الشوكولاته وبعدين نبتدي مقادير التشيز كيك مع بعض. طيب كيكه الشوكولاته الصحيه 2 موزه، وراعوا ان الموز ما يكونش مستوي، يعني لو تقدري تجيبي الموز اخضر هيبقى افضل بكتير جدا من ان انت تجيبي الموز مستوي. معايا كمان 2 بيضه، ماشيين واحده واحده اهو مع بعض، ما تستغربوش المقادير النهارده من الاخر، يعني اللي هيجربها هتعجبه جدا. يبقى قلنا 2 موزه خضراء مش مستويه، معايا 2 بيضه، 4 معالق كبار من الكاكاو الخام، معايا معلقه صغيره من الفانيليا الباودر او السايله، ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر. دي كده مقادير الكيكه، يعني ولا عندي دقيق واسمر ولا ابيض ولا عندي شوفان ولا عندي اي حاجه ولا عندي سكر، ودي نقطة مهمة جدا. هعمل لها صوص شوكولاتة بالزبادي، مقاديره عبارة عن ربع كوباية حليب خالي الدسم، اهي قولي باينة معاكم، طيب اهي مقاديرها بسيطة جدا برضو. ربع كوباية حليب خالي الدسم، نص كوباية زبادي يوناني، هقول لكم تعملوها ازاي بالزبادي العادي، يعني ازاي احول الزبادي العادي لزبادي يوناني. معايا كمان معلقتين كبار من الكاكاو الخام، عايزه تزودي بقى عسل ابيض، زودي شويه سكر اللي هو سكر الفاكهه او سكر الدايت، دي بتاعتك انت اختياري. التشيز كيك اللايت، التشيز كيك دي بقى طعمها خرافه، سيبكوا بقى ان هي بنقول لايت وصحيه، لكن فعليا طعمها كريمي وناعم جدا جدا، مش هتفرق خالص عن التشيز كيك اللي احنا متعودين عليه. مقاديرها ايه؟ ربع كيلو لبنه، ما عنديش لبنه ممكن استخدم جبنه قريش مفيش مشكله، او استخدم جبنه كريمي لايت موجوده برده في اي سوبر ماركت وسهل انك تلاقيها، لكن اللبنه بديل سهل وموجود. علبتين زبادي لايت طبعا عشان انا مش عايزه حاجه يبقى فيها دسم او فيها سعرات عاليه، وعندي كمان معلقتين كبار سكر اللي هو السكر الفركتوز او السكر اللي بنستخدمه السكر الدايت. معلقه صغيره عصير ليمون، معلقه صغيره من الفانيليا السايله، وبسكوت النخاله او بسكوت القمح الكامل او اي نوع بسكوت انت متعوده، بسكوت الشوفان برضو يمشي حلو جدا. ربع كوبايه زبده، ممكن ما استخدمش زبده خالص، ممكن استخدم شويه ميه اربط بيهم البسكوت، هتبقى برضو لطيفه جدا جدا. الفكره في ايه؟ ان انا بعمل وصفه مقاديرها سهله، مقاديرها متوفره، ما فيهاش سكر، ودي نقطه مهمه ان احنا النهارده الحلقه مخصوصه للحلويات اللي بدون سكر. طيب تعالوا نبتدي بالكيكه بتاعت الشوكولاته. خلينا نجيب كده الحاجة عندي، ناخد ده، ناخد كمان كبتنا الجميلة، نشفها بس من شوية المية ونشوف هنعمل ايه. ادي اهو بس كده، تعالوا نشوف المقادير، اثبتي كده خليكي حلو. عندي الاتنين موز، انا الموز عندي هنا مستوي، لكن انتوا لما تجيبوا الموز الافضل ان انت تجيبي الموز يكون اخضر، كل ما الموزه كانت اخضر كل ما السكر بتاعها قل وادتك نتيجه كمان احلى واحلى. دي الموزه الثانيه اهي، وادي كاكاو، ناخد الكميه كلها. دي البيضه، يلا بينا. عايزه اقول لكم طعمها وهمي، يعني انتوا لو عملتوها للولاد سواء ان انتوا مش عايزين تدخلوا سكر للولاد او عندكم طفل عنده مثلا السكر فيقدر ان هو ياكلها بطريقه امنه جدا. مش معنى ان انا بعمل وصفه لمرضى السكر فان انا اكل الصينيه كلها، يعني كل حاجه برده بالعقل، لان في الاول والاخر الموز برده ممكن يعلي نسبه السكر لو كميته كبيره، لو مستوي قوي هيعلي نسبه السكر، فناخد بالنا التكه اللي انا قلتها ان الموز يكون مش مستوي، يكون اخضر. وعندي بعد كده الفانيليا، وادي كمان الماده
الرفعه. انا عندي البندق كنت هزين بيه، بس انا حطيت شويه او هحط دلوقتي معاكم شويه من البندق المجروش. تعالوا ناخده كده برده، ده هيدي قيمه غذائيه عليه. فاضل ايه تاني؟ ما عنديش حاجه تانيه. هناخده بقى هناك ونبتدي نضربه ضربا مبرحا. واحنا بنضرب كده هروح اشوف اهو، بسمي بالله هضرب كل الكلام ده مع بعض دقيقتين تلاتة. نعمل ايه؟ ارفع دي، شيل الغطا، هنزل بس عشان ما تبقاش حاجة عندي ماسكة في الحروف. خدوا بالكم انا حطيت بندق فلازم انعمه كويس جدا. عايز تحطي لوز بقى، تحطي فول سوداني، براحتك براحة راحتك خالص. نضرب كده ضربة كمان ونشوف الدنيا رايحة على فين. بسم الله. بصوا الخليط عندي ناعم ازاي، زي خليط الكيك بالظبط، ما عنديش اي حاجة اختلاف ولا اي حاجة فرق. وادي هوريكم القوام دلوقتي، قوام كيك. انا ما عنديش اي حاجه مختلفه عن اي كيكه انتم متعودين ان انتم تعملوه. يلا بينا نزل كل حته. تعالوا نشوف بقى القوام عندي بقى عامل ازاي. زي قوام الكيك بالظبط، ما عنديش اي حاجه مختلفه، بل بالعكس انا شلت الدقيق ولا شوفان ولا اي حاجه واستخدمت الموز والبيض وخلاص. طعمها خطير. نشيل بقى حاجتنا كده دي نشوف هنعمل ايه. هجيب صينيه اصغر مقاس، يعني اصغر مقاس في الطقم عندك استخدميه اهي. نشفها بس من اي نقطه ميه. ندي هنا رشه زيت، شويه دقيق مخلوط مثلا مع كاكاو، هتبقى لطيفه جدا وتبقى زي الفل. المقدار ده لصينيه صغيره، اصغر صينيه عندك او من 6 ل 8 قطع او 6 قطع كب كيك. نزل كل الكلام ده. خدوا بالكم بترفع جامد عشان البيض، يعني ما تروحيش مثلا تقولي ده القالب كده مثلا كبير عليها، لا بترفع جامد. عندي ماده رافعه اللي هي البيض، وعندي البيكنج باودر، او ممكن تحطي كمان بيكنج صودا بيبقى لطيف جدا مع الموز، فدي بتاعتك انت. واسوي كده الوش عندي اهي. ممكن كمان تخليها ارق من كده وتقطعيها تقطيعه البراوني، هتبقى لطيفه جدا وهياكلها على انها براون. انت اهو يلا بينا. شايفين بقى لونها خطير وريحه الكاكاو مع الموز عاملين شغل حلو جدا. لو عايزه تزودي كمان قرفه ممكن، هتبقى حلوه قوي معايا وطعمها خطير. ممكن تزودي بشر برتقان، زودي اللي يجي على بالك زودي. التسويه بتاعتها تدخل فرن سخن على 180 لمده ربع ساعه مش اكتر من كده، هتستوي وترفع معاكي وتبقى زي الفل. هدخلها الفرن واجيلكم نشوف الوصفه اللي بعدها. وزي الفل. كده فاضل عندي ايه؟ فاضل عندي التشيز كيك اللي قلنا عليها والصوص بتاع الشوكولاته، فهناخد فاصل سريع جدا نرجع ليكم على طول نكمل مع بعض صوص الشوكولاته ونكمل كمان التشيز كيك اللي باللبنه طعمها حلو جدا. فاصل ونرجع ليكم على طول من تاني. رجعنا لكم من الفاصل، ما عملتش اي حاجه غير حاجه واحده بس وسامحوني عليها. المقادير بتاعه صوص الشوكولاته اللي هي ربع كوبايه حليب خالي الدسم، نص كوبايه زبادي يوناني، هقول لكم الزبادي اليوناني ازاي تعمليه من الزبادي العادي، وشويه كاكاو خام معلقتين كبار. فانا قلبتهم مع بعض كله على بعضه، مفيش حاجه قبل حاجه عشان الوقت بتاعي. ادي الكيكه اللي خرجت عندي من الفرن اللي هي ما فيهاش دقيقه. اجيب بس فوطه كده امسكها مايلها ليكم عشان تشوفوا قد ايه. يا استاذه منال يا قمر، يا صباح الفل. صباح. يا اجمل شيف يعني الهل. بصراحه يعني حتى مش ناسيه المناسبات الجميله. حبيبه قلبي ربنا يكرمك. كل سنه وانتم كلكم طيبين وصدى البلد بخير بمذاعتها بمخرجها باعدادها ببراجمها الجميله. صريح حقيقي يعني هي مميزه فعلا. يا رب يعني يفرح. مميزه بيكم انتوا والله متابعتكم. لا لا مميزه فعلا، ويعني عارفه مختلفه برضو. يا رب يفرح. فهي وبعدين برضو بنهني برضو رئيسها الاستاذ محمد ابو العينين. طبعا الناس المحترمه جدا 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 يعني. يعني طبعا يا روحي ربنا يكرمك. وراجل خير جدا والله يعني. يا رب دايما احنا مع بعض احلى صحبه.
وحلوه قوي المقادير اللي انت عاملاها بتاعت مرض السكر، بس جربي. برضو تنفع للي عايزين يعملوا دايت طبعا. طبعا اكيد يعني ممكن الواحد يعملها برضو، اكيد طعمها يبقى جميل طعمها يعني. حلو جدا، والموز بيديها طراوه ورطوبه كده جوه الكيك، بتبقى يعني لطيفه جدا. فجرب. طب مش ما كانش ممكن نزودها مثلا شويه دقيق شوفان؟ مش مستاهله، انا جربتها كده وكده. والله هقطع معاكوا حته دلوقتي، هتشوفي قد ايه من جوه شكلها هش وطري. بس حلوه قوي. انت بتجيبي الطريقه ديت منين؟ جيبي الحاجات دي منين؟ ده بنات افكاري ده المطبخ عندي اسمه والله المعمل. والله العظيم يعني انت بتقعدي تجربي الاول الحاجات ديت؟ طبعا. والله طب بس برافو عليكي والله، ربي يكرمك. انا ما اطلعش بوصفه ابدا، لازم اكون عملتها. انت استاذ وانت النهارده متعلقه كده عشان عيد الميلاد طبعا. ايه رايك بقى؟ ولابسه ازرق لون القناه، والتورته دي بقى من عمال ايديكي؟ اكيد يعني بنجرها يبقى مخلع ما تنفعش. لا لا عسل عسل والله. ربنا يكرمك يا روحي، ربنا يفرحك. وبالهنا والشفا على كل اللي هياكلها. وسلامي لكم، تيجوا تنورونا حبيبه قلبي. ربنا يفرح قلبك ويكرمك. وصباحك زي الفل، وكل سنه وانتم كلكم طيبين. صباحك هنا وسعاده يا روح قلبي، ودايما كده معانا وسامع صوتكم الحلو وتصبحوا عليا. حبيبه قلبي يا رب يفرح قلبك. صباحك هنا وسعاده على خير يا روح حبيبه قلبي، ربنا يكرمك. شويه بندق كده لزوم الحركات بقى والدلع للكيكه بتاعتي. عايزه اقول لكم الكيكه فعلا ريحتها حلوه جدا.